إذا مشاهدي شوف تيفي، تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات. نتمنى إن شاء الله دائما كل شيء يكون بخير وعلى خير. إذا كنحاولوا دائما نوصل لكم الأجواء هنا بمدينة وجدة، أجواء العيد طبعا. إذا كما كتشوفوا حنايا في وجدة دابا كاين مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر، كيقولوا مظاهر الاحتفالات هنا بمدينة وجدة. دابا كلشي كل واحد فين غادي، مفيزي كاين اللي مفيزي المخبازات، الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يصاوبوا الكاطو خدامين وداكشي يمشي يتقدى الحلوى وهذه، لان بزاف تاع الناس ما متقبلينش بلي انه ان شاء الله غدا يقدر يكون العيد. كاين اللي راه حاسب بلي راه باقي العيد 3 ايام ولا 4 ايام ولا بس الله بس الله العظيم. اذا تبارك الله عليكم خوتي اخواتاتي، كما قلت لكم انا يعني مباشره من مدينه وجده طبيعه الحال، غادي بغينا نوريكم مظاهر العيد والاجواء تاع العيد. دابا بزاف تاع الناس اللي خارجين، كاين اللي خارج يتقطع الكاطو، كاين اللي خارج كل واحد شنو كل واحد وشنو الهم ديالو. دابا كان اللي وانيش انا غدا ان شاء الله اخوتي، يعني كاين اللي بزاف اللي ما 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 مصدومين. تخيلوا نتوما بنادم مصدوم لدرجه انه غدا ما عرفش بلي ما متاكدش بلي غدا العيد، اللي كيسول السي عبدو قال لك واش غدا واش نيشان، كاين حتى ممكن حتى كسوان تاع عيد مازال ما شراهاش، كاين اللي حتى شنو يلبس غدا ما شراهاش، يعني بحال اللي العيد جاه مزروب، يعني بحال اللي باقي في بالو راه رمضان باقي مازال ما تسالاش رمضان. هذا المعنى يعني خوتي خواتاتي راه غدا العيد ان شاء الله. سلام عافاك هيك السلام دير ان شاء الله. سي رشيد صديق ديالنا ديال القناه الاولى، الله يا ودي مصور صحفي تبارك الله عليك، مبلغ ان شاء الله نقولوها له خويا. اذا كما قلت لكم يعني كنحولوا دابا قربوكم من الاجواء هنا بمدينه وجده طبيعه الحال. اخر يوم في رمضان تزامنا غدا ان شاء الله غادي يكون يوم العيد، يعني غادي تلمسوا معايا بلي كاينه واحد الحركه غير عاديه في الشوارع بسيارات وهذه. غادي نحاولوا نتوغلوا حتى للجهه ديال وسط المدينه باش نشوفوا الاجواء كيف دايره، لانه غادي شنو غادي نقول لكم غادي تكون نايضه، لانه للاسف بزاف اللي ما عندوش الخبر بلي غدا العيد. كنا هادي شحال الحوانت كيحلوا بالليل بلا تعقلوا، يعني واخا حتى كتصوني لا سيران مازال ما خديتيش كسوه ما خديتيش العيبه ما هادي، كتخرج كتمشي للسوق مول المغرب. دابا مول المغرب كما كتعرفوا كاين حظر التجول، اسواق مسدوده كلشي مسدود، يعني الانسان ما غاديش يقدر كما نقولوا حنايا يمشي يقضي الغرض ديالو. الور دابا كلشي غادي يتكون في المدينه. اذا غادي ندير واحد الجوله خفيفه ظريفه في سونتر فيل او مصطلح اللي حنا كنقولوا المدينه، حيت فيها المدينه القديمه كنقولوا هابطين للمدينه، يعني المدينه يعني بكري كانت المدينه ديال وجده هي المدينه اللي في وسط السور العتيق، وهادو على برا كيقول لك غير النواحي، هادوك غير الاحواز احواز يعني بهذا المعنى هذا. لكن الحمد لله بطبيعة الحال نتمنى انه تبارطاجيو معنا هاد طايح اكثر من نايد ونايد فاتيك طايح كثر من نايد ونايد فاتيك خطير اخويا عبد الجزائر نتايا. اذا حنا كنحاولوا دائما نوصلكم هذه الاجواء اليوميه.
انا دابا مريسكي داخل المدينه سبحان الله كيقول لك شوف بلي كاع البوليس سيفو دمي مونش الله كيقول لك ديما كي تبغي تلبس دمي مونش تبع البوليس لبسوا دمي مونش لبسوا بداو يلبسوا الجواكطه تلبس الجاكيط سبحان الله. تحيه لرجال الامن الوطني بطبيعه الحال، يعني هذه القضيه لفتت الانتباه ديالك لانه بصراحه الجو حار جدا خصوصا حنا في شهر خمسه شهر خمسه اش بزاف على شهر سته شهر سته والبوابه ديال الصيف كما كنعرفوا حنايا 21 شهر سته كيكون انتهاء تاع فصل الربيع والدخول في فصل الصيف بطبيعه الحال سبحان الله دائما الشيء كيدوز الزربه سبحان الله. حنا في وسط المدينه غادي نشوفوا انا حتى السنه ما كانش اكتضاض بزاف سبحان الله قبيله تصورنا مشينا للمحطه ضربنا دوره في المحطه تاع الحافلات ما كانش شي حاجه اللي مثيره بهذا المعنى يعني حتى خاويه الناس ما عندهاش فلوس يعني حتى الناس ما بقاتش تتقضى وحتى كان بعد الجشع ديال اصحاب المحلات اللي خلاهم يدوبليو الاثمنه ديال الملابس ديال مجموعه العمر باغيين باش يربحوا وما عارفينش بلي انه اللي مكتبوا لك والله فهداك الدوبلاج اللي دوبليتو غادي تدي حرام راه كان مكتوب لك ربي غادي تديرو تدي حلال للاسف انا ما كنفكرش بهاد القضيه. اذا دخلنا لواحد النقطه سوداء مدينه وجده شنو غادي نقول لكم راه ما يسلك هنايا غير سيدي مولاي نتمناو انه تسلكو حتى حنايا كما كتشوفوا اكتضاض عجيب استعداد لي كما كتشوفوا معنا كما كتشوفوا اكتضاض يعني السيركيلاسيون ديال بصح كانش اللعب. نتمناو طبيعة الحال الخير للجميع الطوابير بين السيارات والناس اذا هذا هو سونتر فيل خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معايا نيشان كاني ما تخلصوش غادي يعيدوا بوحدهم نيشان ما غاديش يسافروا بزاف اللي ما غاديش يسافروا كي يقول لك هذاك اللي غادي يمشي الفلوس نضيعهم في السفر وهذه نخليهم نحتاجهم المصروف ولا كلمة زعما ما تخلصش كما قلت نتايا كان لي بزاف تاع الحوايج نسال الله العافيه والثبات ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله يمشي هذا الوباء هذا وترجع الامور لمجاريها بطبيعه الحال. إذا كما كتشوفوا هنايا اكتضاض اخوتي الاكتضاض ديال الصحة هنايا زعما كما كتشوفوا لا سيركيلاسيون اللي كاينة هنا يعني أجواء غريبة وعجيبة هذا هو استعدادات ديال العيد في وجدة حارب الطرقات كتشوفوا معنا أخوتي أخواتاتي يعني حاولنا نقربوكم من الأوضاع واش سلوالك يعني لا سيركيلاسيون بزاف كاع داكشي نعاود لكمش
هنا لا سيركيلاسيون واحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. معنا اشتداد اللي كاين هنايا في ساحة سيدي عبد الوهاب بطبيعة الحال. يعني هاد الساحة هادي هنايا صراحة تعرفوا ولا اشتداد ديال بصح. هذه هي أجواء العيد في مدينة وجدة. أجواء العيد هنا في مدينة وجدة. تشوفوا معنا سيركيلاسيون بزاف. اذا الصور ديال المدينه القديمه دابا كيخدو. اذا صراحه انا عرقت في بلاصتي. اخويا راني مهود الدراقه ديال الشمس اخويا والو عارف الشمس ما عندك ما دير. الاكتضاد اللي كاين يعني كلشي الناس اللي شاري الكاطو وهاد الناس اللي شاد هزين هذوك القوابس ولا لي بواط راه كلهم شارين كاطو كاطو ديال العيد. تلاحظوا هنا بزاف تاع الناس اللي هبطوا يشريوا الكاطو تاع العيد لانه بزاف تاع الناس اللي ما كانش في خبارهم باللي غدا العيد ما كانوش ناويين. كاين اللي راه كان ناوي حتى نهار السبت. انا واحد من العائله قال لي خويا ماشي كان حتى نهار السبت العيد. قلت له خويا الله يسخر مس الخير. مرحبا سي ادريس. مرحبا اخويا. مرحبا. بارطاجيو معنا المباشر اخويا بزاف تاع الناس اللي باغيين يتفرجوا في المدينه ملي كتشوفوا الاجواء هادو الاجواء ديال العيد صراحه يعني كلشي مفتون كلشي شوف واحد الوقيته دائما قبل رمضان كتكون ديك السيمانه ولا ديك 3 ايام ولا ديك اليومين الناس كتجري كتقدا كتشري العطريه ديال الحريره كتشري الشهيوات المسائل هادي يعني دائما هاك الاستعداد في الاعياد. عيد الفطر كذلك شيء اخر استعداد من نوع اخر استعداد ديال الحلويات وديال الملابس وديال الاطفال وديال الحناء وديال التزيون وديال الكوافوره وديال الكوافور. لا نسيت اخوتي خصني نمشي للكوافور. الله جاني الضحك هم يضحك وهم يبكي يعني بزاف تاع الحوايج بحال هاد الكبير عاوتاني استعدادات مختلفة استعدادات عيد كبير عاوتاني بوحدها كتلقى الناس كتشري السفافات كتمضي الماس يعني مجموعة تاع الأمور خوتي خواتاتي يعني اللي دائما كان ماشي غير عيد كبير ولا عيد صغير ولا المولد النبوي عاشوراء بالنسبة للناس تاع الجهة الغربية المغرب كيحتفلوا بعاشوراء حنا ما كنحتفلوش بعاشوراء كنحتفلوا بعيد المولد النبوي. هذا المجموعة ديال الأمور خوتي خواتاتي باب الغربي. نعم يا أخويا. إذا حنايا كنقول لكم بارطاجيو معنا باش تشوفوا الأجواء كيف دايرة كنبغيوكم تعيشوا معنا هذه الأجواء أجواء عيد الفطر. كنقول لكم أجواء رمضانية ولكن دابا أجواء عيد الفطر. نتمنى الخير بطبيعة الحال. كنحاولوا يعني كتدخل هذيك البلاصه اللي قلت لكم عليها انا قبيله راه ما تقدرش تخرج صراحه
صعيبه بزاف لانه لا سيركيلاسيون بزاف بوتياج. انا يعني غير ملي كندير معكم هذه الجوله هذه وبغيتكم يعني شوف غتوقع اكسيدون خايبه هنا. انا كنت غادي بنادم بغا يطيح شتو الستريس كي داير الخوت ستريس و الانسان خصو دائما يكون حذر الحذر ثم الحذر. اه يبقى كان غير السونيطات الى لاحظتو انا دائما كنت خرج دير جوله عمري ما سمعت السونيط ولا كلشي كان دابا كتسمع غير السونيطات كلشي زربان كلشي حيت كيسمعوا باللي كاين العيد كلشي كيبقى يتسابقون مع الزمن. إذا نتمنى الخير بطبيعة الحال للجميع. إذا كما كتشوفوا معايا هذه هي مدينة وجدة. الناس اللي ما يعرفوش وجدة وي رد البال عافاك وا الله على كل شيء هاجر الله على النيشان اخويا ادريس. اذا حنايا في شارع محمد الخامس يتوحش الشارع ها هو تفرج على صوتو. ما كان غير صوني عليا صوني عليك كما كنقول لكم نتمنى انا وتبارتاجو معنا المباشر اذا مدينة وجدة العاصمة الألفية. ساحة الحمام سبحان الله كل مدينة كنلقى فيها ساحة الحمام. إذا أنك الطوموبيلة تحرقوا ستوب للاسف نلقى كبير وعقون الله يلا الناس قاع مابقاش تحرك ستوب قاع في هذه النقطة شتو استعدادات الناس شارية الملابس وماشية
سيدادات العيد بطبيعة الحال. البحر الدنيا وجدا سيدريس تحياتي. البحر ديال وجدا يعرفها غير ناس وجدا وغير اللي وجدا بير، اما اللي ماشي وجدا غير وخلاء يقول لك حنا وجدا راه ما كيعرفوش هذا التريك ديال البحر. والله لا هو على اليسار ايه. اذا حنا كنحاولوا دائما ندير بكم جوله في الاجواء تاع العيد. كتشوفوا معنا هذه هما اجواء ديال العيد. كتشوفوا معنا هادو محطة ديال الطاكسيات ديال بني درار. هادي لا كازا ديسبانا. جودة ساحة تزيد معطية. كنحاولوا نقربوكم من الاجواء. اذا اخوتي اخواتاتي جينا لنهايه الجوله ديالنا. بارك الله عليكم. دابا حتى الجزاره كلشي ضاض عليهم، الناس عارفين غدا ما يكونش اللحام ما يكونش لا امور. اذا اخوتي اخواتاتي صحة عيدكم صحة فطوركم ان شاء الله. لنا عوده مور الفطور
هاد المرة غادي نديرو ساعة بعد الفطور وأجواء ليلة العيد، وهذا الشيء اللي كنت كنقول لكم دائما، كنقول لكم غادي يجي واحد النهار وغادي نقول لكم هي ليلة العيد، وسبحان الله اليوم ليلة العيد. إذا تحية طيبة وشكرا جزيلا لكل المتتبعين والمتتبعات ديال قناة شوف تيفي.